عز في اللون اسلم الطاووس صار ان نخدم لاطاشون لا سوسيت ان شاء الله اكون تعجب نسعى الخير نسعى لاطاشون نسعى لا سوسيت نمقص ابريكين يا ربوجي ولا عندنا الخيط المقص عندنا زوج خيوط من متر ساسين خيوط سميتها متر قد نخدم لاطاشون كاين لاصوصات ان شاء الله راكم تعجب ذاك غادي نخدم النوبلا نديرو الغرزة المسطحة سهلة وشوفوا كيف ندير ببوط ان شاء الله تفهموا كيف نديرو هذه الغرزة ان شاء الله تفهموا كيف نخدم بوان يكيدين سهلين قرنس بوان دو غرزة النخلة بوان دو بالمية ان شاء الله هم تعجب ذاكي اتقمم اتولين امكا تيد نخدم
فاكين قزمد الخيوط ني، ومن بعد عثنت من الساق، ومن بعد هنا سيت الثير قد ندم مقبله من نخدم لاسوسيتي كي نخدم البوان دو شينات. هنا نديرو الغرزة تو شينات، نديرو الخيط من الجهة اليمنى، نديرو عقدة، ومن بعد نرفد الجهة اليسرى الخيط اليسرى على الخيط اليمنى، ندير العقدة. لكن نخدم في كارسيوي يوث في الخيط ني ايفوس، يوث في الخيط الزلماط. ذاكي قد ندم نقزم قفل ذاكي خاطر زميرات نسنطط، راح نقزم كدسن كيف كيف، يجوب كيف كيف الخيوط هذوك متساويين. ومن بعد نحكم الخيوط هذوك، نحرقهم في الزوج، ومن بعد نلصقهم بيناتهم. ومن بعد قد ندم الخيوط منيح نلصق يا راسل افديسين بكر نطلون، قد نخدم امتيغون يعني نخدم اغون ذاكي. ومن بعد الغوني نشكشم لاسوسات، ومن بعد الغوني نشكشم من داخل لاطاشوني نزم غطار ذاكي لاطاشون لاسوسات هكي خدمت سوينا اكني ني غي تنوزو ناني ويا نشغل نخدم ني لي بغوتال يمكن خير خدمة سواكي باكو ديتك سارة مام يتبيك يارا راشي مشطح وكي ما تخدمو دو يتسلي يارا أكان سلحو اسميس نشكش مداخل حمان صوديت على سوساتني غلا غلا بالعقل كان حتى يدخل العمل هذاك داخل هذاك الدائرة هذيك شم دخلو ندورني سلاقل سلاقل عاد نشوف شميتها تنفض لاصوص الدنيا نحبسي تدينا باكو دغلي يارا. ومن بعد تسترم الجيف نيغ وين نيغ ذاكي ثورا غنلصق باكت نخدم لا فينيسيون غوينا نديرو لا فينيسيون هذوك الخيوط اللي بقاو كاع نحرقهم. فوالا هذه العلاقه تاع المصاصه للطفل الصغير او بيبي هكا تاكي لا طاشون سبيسيال بور لي بيبي. ان شاء الله تعجبكم ليدي كي او دينا في مليلي في ذون اصلا ان شاء الله ما يباوحني وتتمارا تبارطاجي من لي فيديو يا كينو يا كنت الحباب نوان لا كتلحو لاشيناكي. نقولكم مع السلامة الى الفرصة القادمة ان شاء الله نجيب لكم حاجة جديدة. ما تنساوش تبارطاجو لي فيديو ديالي هكذاك باش تطلع هذه القناة. شكرا لكم للمتابعة.